منطقة الجوف هي من أقدم مناطق الاستيطان البشري في الجزيرة العربية من زمن العصر الحجري القديم، يعني تتكلم عن قرابة 1.5 مليون سنة إلى 13,000 سنة قبل الميلاد. دعني أتحدث عن ما نسميه الهرم التاريخي لمنطقة الجوف. كما نعلم ولا يخفى على الجميع أن فترة العصور الحجرية هي حضارة متنقلة غير مستقرة، ولكنها وجدت في منطقة الجوف. دلائل الأثرية التي وجدت في موقع الشويحطية والمؤرخة في 1,300,000 سنة هي دليل واضح على استقرار الإنسان واستيطانه في هذا البقعة. فوجد العديد من الأدوات الحجرية المؤرخة بالعصر الأولدواني الذي يعتبر هو أقدم العصور الحجرية، ووجدت في منطقة الجوف في شمال سكاكا، تحديدا في موقع الشويحطية. المنطقة هذه موقعها مميز جدا، يقع في مكان يربط بين آسيا وأفريقيا. مجموعات وحضارات كثير كانت تطمع تسكن فيها، بل حاولوا يضعوا فيها بصمتهم.